اسمحوا لي أن أتقدم بعرض مبسط عن موقف إعادة استخدام المياه في المنظومة المائية، لأن الحقيقة بنتسائل طول الوقت في الداخل وفي الخارج، أنتوا بتجيبوا المياه دي منين؟ ويمكن أي مؤتمر بنحضره بنتسائل إزاي بتتكلموا عن فقر مائي وعندكم كل المشروعات القومية والزراعات اللي عرضها سيادة العقيد دكتور بهاء الغنام. حقيقة يعني اللي يقرا تاريخ مصر يعرف ان الحضاره كلها قامت على حسن اداره مياه النيل، واللي يقرا تاريخ مصر يعرف ان التكنولوجيا والتطور ابتدى تاريخ الري وتاريخ اداره المياه في مصر. الصوره اللي على اليمين دي حضراتكم موجوده في معظم كتب العالم للي بيدرسوا ري وبيدرسوا مياه، في مقدمه دايما ازاي المصريين قدروا يطوعوا مياه النيل لبناء حضاره. الصورة اللي في النص لو حضرتكوا مشيتوا لغاية رود الفرج هتشوفوا مقياس النيل مازال شامخ وموجود. الصورة اللي على الشمال لو حضرتكوا كملتوا لغاية دلتا النيل هتشوفوا ازاي في منتصف القرن 19 بنينا أفضل منشآت مياه في العالم. ولكن الحقيقة التحديات بتزيد مع الوقت بسبب الزيادة السكانية زي ما اتقال في العرض السابق. احتياجاتنا النهاردة المائية 114 مليار متر مكعب، يعني زي ما قال فخامة الرئيس لو عندي المية دي أقدر أزرع كل اللي أنا محتاجه وما استوردش من خارج مصر أي حاجة، إنما للأسف الموارد دي مش موجودة وبالتالي بستورد محاصيل غذائية، بستورد قمح، بستورد ذرة، بستورد سكر. المحاصيل الزراعية دي قيمتها الفيرتشوال ووتر اللي فيها أو المية الافتراضية اللي فيها 33.5 مليار متر مكعب، ولو طرحت الرقمين من بعض هيديني 80.5 مليار متر مكعب. هو ده احتياجات الدولة المصرية اللي لازم تتغطى من داخل حدود الدولة المصرية، اللي هي بتنقسم للزراعة ومياه شرب وصناعة اللي حضراتكم شايفينه على الجانب الأيسر. طب ايه مواردي من المية اللي موجودة على الجانب الأيمن؟ نهر النيل حصتي ثابتة 55.5 مليار، تحلية مياه أمطار، مياه جوفية عميقة غير متجددة. معنى كده إن الإجمالي اللي موجود عندي 60 مليار، وأنا محتاج 80.5، عندي عجز أكتر من 20 مليار متر مكعب من المياه. بنغطي العجز ده إزاي؟ بإن إحنا على مدار السنوات بنعمل إعادة استخدام لما يقرب من 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي. طيب رايحين على فين؟ ما هي الزيادة السكانية زي ما اتقال في الفيديو بتاكل كل التنمية. في الستينات كان كل فرد مننا نصيبه في المية كل سنة لكل استخداماته زراعة وتجارة وشرب وغيره 2000 متر مكعب للفرد. الموارد ثابتة والزيادة السكانية عمالة تزيد بكم كبير جدا أو بسرعة كبيرة جدا. فجينا في التسعينات، بداية التسعينات نزلنا تحت خط الفقر المائي، بمعنى ان كل واحد فينا بقى له اقل من الالف. للأسف الزيادة السكانية عمالة تزيد والمية ثابتة، فبالتالي وصلنا زي ما قال فخامة الرئيس لحدود 500 متر مكعب للفرد في السنة. طيب ده بيعمل لي ايه؟ ده بيعمل لي عجز اللي هو باللون الاخضر ده، اللي انا لازم اغطي العجز ده. عندي طريقين لتغطية العجز، يا إما كل ما تزيد تعداد السكان أستورد أكل أكتر عشان أغطي العجز اللي بيزيد، يا إما إن أنا أدور على حلول على أرض مصر وإن أنا يبقى قراري في إيدي. والحقيقة كان القرار السياسي هنا لأ، هندور على حل من على أرض مصر عشان الفاتورة الاستيراد بالدولار ما تزيدش كل سنة عن السنة اللي قبليها، ولازم الحل يكون من داخل الأراضي المصرية. وكان من هنا القرار بالمشروعات القومية الضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. إيه هو الصرف الزراعي؟ حضراتكم بتشوفوا الفلاحين والمزارعين أهالينا في الدلتا بيرووا ري بالغمر، وفي ناس بتنتقد وبتقول ده إهدار للمية. الحقيقة مش المية دي كلها بتهدر زي ما احنا متخيلين، لأن في الدلتا في شبكة صرف زراعي
معقدة جدا موجودة تحت أرض كل فلاح في الدلتا. في تحت أرض كل فلاح في حقليات، في مواسير صرف مغطى بتجمع المية بتاخدها على المصارف المفتوحة اللي هي الشبكة اللي حضراتكم شايفينها معقدة جدا من الصرف الزراعي اللي بتجمع المية وبتاخدها لغاية شمال الدلتا للبحر المتوسط أو البحيرات الشمالية. وهنا وقع الاختيار الحقيقة على 9 مصارف رئيسية في الدلتا لإعادة استخدام، مصرفين في الشرق و7 مصارف في الغرب. مصرفين في الشرق الهدف منهم تنمية سيناء ودخول المية لأهالينا في سيناء اللي حضراتكم شايفين مساحة ضخمة جدا المفروض بيتم استصلاحها على المصرفين اللي احنا بنعيد استخدام ميتهم، ومساحة ضخمة جدا موجودة في غرب الدلتا لإعادة استخدام 7 مصارف اللي موجودين في الشمال. عشان كده كان لازم الدولة المصرية تبني 3 أهم وأكبر محطات في العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، هم محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة الحمام اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل في الشرائح القادمة. ده عمل لي إيه الحقيقة؟ ده ضاف لي ما يقرب من 5 مليار متر مكعب لمنظومة المية في مصر، أو بالتحديد 4.8 مليار سنويا ضافتهم لي ال3 محطات دي فقط. ما بتكلمش على المشروعات الأخرى لرفع كفاءة نقل المياه وغيره وغيره من المشروعات اللي تمت في الدولة المصرية في ال10 سنين السابقة، أنا بتكلم فقط على ال3 محطات ضافت ما يقرب من 5 مليار متر مكعب لمنظومة المياه في مصر.